بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. بنعمة رب المجد يسوع وبشفاعة أمنا السيدة العذراء مريم وحبيبنا وشفيعنا القديس الأنبا بولا أول السواح، وتحت رعاية صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، يسر مجمع رهبان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر لتقديم مواقف من حياة ونسكيات ومعجزات لا حصر لها عملها الله ويعملها باستمرار على يد أبونا الراهب القمص فانوس الأنبا بولا. والمهم جدا أحبائي إن كل عمل احنا بنشوف ابونا فانوس بيعمله ما ينفعش ان احنا نقلده. انتم نور العالم، لا يمكن ان تخفى مدينة موضوعة على جبل. ربنا يسوع المسيح هو شمس البر، والقديسون هم أشعة الشمس التي تصل لتنير الأرض. ظاهرة روحية فريدة، لغز حير الكثيرين، في صمته عرف أسرار الملكوت، وفي تواضعه قهر الشياطين، في بساطته صنع المعجزات وعرف النبوءات، في جهاده جسد معنى الرهبنة، فكان البشارة المفرحة والكنز المخفي، فهو الراهب المضيء الذي أنار قلوب الكثيرين، القمص فانوس الأنبا بولا. الراهب المضيء. ولد في 5 أبريل عام 1929 بقرية دفش بالمنيا، باسم بولس هارون عبد الدفشي. كان ترتيبه 5 والأخير بين إخوته. من يوم ما تولد ما يعرفش إلا الصلاة والصوم، هو أخوه وأخته ومن صغره، وهو ما فيش إلا الكتاب المقدس فيه. كان راجل هادي زي الملاك وصغير كده، دي ما كان على طول على من المدرسه للصلاه ايامه كله في الصغر كده. كان دايما مشغول في الكنيسه، وكان له حب كبير في الصلاه في الكنيسه. البيت كله كان بتاع ربنا، كله يحفظ مزامير ويحفظ ميامر، وكان يقرا كتير في بستان الرهبان. ابونا من صغر سنه وهو في الكنيسه، وكان يحفظ الألحان والمردات والمزامير، وكان ابن الكنيسة، وكان فيه مدرسة للأقباط الأرثوذكس جار الكنيسة كانوا يجروا فيها. كان نايم مع أبوه على السطح عم هارون، وبعدين بصوا لقيوا صليب بالنور. أبونا فانوس حكالي أنه لقي صليب بالنور، قال لي مش باين أوله من آخره. بعدها ظهر له الملاك ميخائيل والملاك غبريال والملاك رفائيل، والملاك ميخائيل قال له أنا ميخائيل رئيس جند الرب، أنا معاك من يوم ما اتولدت وهفضل معاك لليوم اللي هتموت فيه. ترشب الصليب في النهار تشوف النجمة؟ النجمة تبقى منها. كنت تشوف كم نجمة لما ترشب الصليب؟ تشوف كم نجمة؟ واحدة بقى. واحدة؟ كنت أسمع أقول أبانا الذي، يقول لك أبانا الذي بصوت عيار صغيرة. مين اللي بيقول؟ ملايك.
توالت الظهورات الروحية له منذ حداثته، وتكررت ظهورات رئيس الملائكة له والذي أصبح شفيعاً ورفيقاً له طوال حياته. طمّا لكم خير من الغذريان. قعدوا كتير قدامك ولا حب الظهروا مشوا؟ لا قاعدين دقيقتين. دقيقتين. مش كتير قوي يعني. منظر حين. منظر يصالح الناس مع بعض، الرجل غضبان من أخوه. ولو سمحنا مشان. أدرك بولس أن أول خطوة هي أن يتحرر من قيود العالم. خلى أخوه راح الشغل وشك الدكان وعطى مفتاح لأخته مريم، قال لها قول بولس مش على الدير، وراح مشي مرة واثنين وجابه عم حنة وليه ميل المروح بيجي يروح الدير على السكة الحديد وهو ماسك كان ياخوك هماس ساك ماشي لغاية لما كان هيوم عليه قبلوه غفر برضو السواحل لقوه يعني مسخسخ وهيموت وقعد 14 يوم وراح الدير متجها نحو جبال المعونة في دير أمبابولا بالبحر الأحمر في 23 من مايو عام 1944. إزاي يجي في السن الصغير دوت والدير مكانه بعيد، المواصلات صعبة بالنسبة له، إمكانيات الدير محدودة جدا، لكن الحكمة أدته إيمان قوي أن هو يقدر أن هو يجي في المكان دوت ويبتدي يقدم حياته لربنا. عم بأرسانس جه على أبونا فانوس عنده 14 سنة ولا كان بقاله كم شهر، فقال له بص يا حبيبي أنت لسه عيل صغير، روح بلدكو ولما تكبر تبقى الجنة تاني. فأبونا فانوس قال له خلاص خلوني في الدير ولما أكبر تبقوا ترهبنوني. فأم بأرسانيوس عجبه جدا الإجابة وميل على الوكيل بتاع العزبة وقال له الإجابة دي لوحدها فيها رهبنة. وفي 20 من أبريل عام 1947 سيم راهبا باسم فانوس الأمبابولا، ثم رئيسا للشمامسة في 4 من أبريل عام 1948، وفي 29 من أبريل عام 1951 رسم قصا، ثم رسم قمصا في 17 من أبريل عام 1960. في الدير بقى لغاية 30 سنة، نزل يسلم ايه علينا، نزل عند اخته وجه لعمته سلم عليها، راحت قالت له اخته انت طلعت الدير ما تنزلش منه ابدا، وودعنا وطلع الدير ما شفناش تاني. كان يعتبر اللي في الدير 3 رهبان، ابونا عبد السيد وابونا عبد المسيح وابونا فانوس، وكان لما يعيزوا يشتروا طلبات ينزلوا راس غارب أو ينزلوا أي مكان، كان يسيبوا أبونا فانوس لوحده في الدير. وأيامها ما كانش فيه زوار، فتخيل واحد في اتساع الجبل ده كله عاش لوحده. سنة 75 كان في الدير كان فيه 4 رهبان بس، من ضمن أبونا فانوس يعني، والحياه كانت بدائيه خالص. هو عين قعد مده كبيره وتقريبا انا ناكل بلح بس، اخذوا البتاع الاداه بتاعته نزلوا حوالي يمكن شهرين نقل بلح.
أبونا عم مسيح كان هو أب اعتراف أبونا فانوس، كان أخوه في الرهبنة، وكان هو اللي بيجيب له طلباته ويجيب له حاجاته يعني، وهما الاثنين نفس الصفات نفس المدرسة يعني، هي المحبة والتجرد الكامل من الملكية وإنكار الذات. صارت صداقة روحية قوية مع أخيه في الرهبنة القمص عبد المسيح الأنبابولة، الذي عرف فيما بعد باسم القمص عبد المسيح النقلوني. سيدنا الأنبا غصون بيقول لي يا ابونا فانوس تعالى معايا بوش، قال له ماله يا اخويا، وراح واخده في ايده ومشي، ولا اخذ معاه لبس ولا اخذ معاه شنطه ولا اي حاجه، بطوله كده زي ما هو. في شهر يونيو 86 خدنا بركه ابونا القمص فانوس الأنبابولة، جه عاش معانا هنا في الفتره دي 3 سنين و3 اشهر. لما جهزت له اوضه هنا عشان ينام فيها، انا فاكر يعني عملت له سرير ومرتبه يعني عشان انسان يرتاح كراجل شيخ كبير يعني، لكن فوجئت ان هو ما بينامش حتى على السرير، كان في حته سجاده صغيره كده تحت السرير فرشها له، لكن لقيت الحيطه اللي واول ما ادخل من الباب اللي تحت السرير مباشره لونها مسود، كان ابونا فانوس ينام هو وقاعد كده، فالحيطه عملت الجلابيه السوداء مع تكرار القعده والنوم وهو قاعد دين، عملت لون اسود كده. كنت فاتح محل احذيه، وبعدين اسخف الدير اللي هو الامبرسانيوس المتنيح، قال لي اعمل له جوز جزمه لابونا فانوس واحسبها عندي يعني. عملتها واعتنيت بيها وتمام التمام، وتاني يوم بصيت لقيته ايه بعد ما خدها ماسك موس وعمال يشرح فيها كده، بقول له ليه كده يا ابونا فانوس وانا بضحك وياه، قال لي عشان تدخل هوا. كنا عايشين معاه ناكل ونشرب وكل حاجه، ما كانش يعني ما كانش يعرف حاجه عن الدنيا. وهو بيصلي قداس نلقى ناس بتعيط وناس فرحانة، أول ما يخلص القداس يجري، بس هو كان بسيط يجري على فوق على طول. هنا حصل تغيير عمراني كبير جدا يعني، احنا لو شفنا الدير هنا زمان غير دلوقتي خالص، فبدأ ربنا يبارك في هذا المكان بسبب بركة وصلوات أبونا فانوس. كان لي أخت اسمها مريم، كنت أنا واقف فكان في زحمة، مريم ديت أكبر منه شوية في سن، قالت له ما تتغرش ما تتغرش من الناس دول، يعني خايفة عليه كبرياء يجيله نتيجة الشهرة. بعد شوية قال لي الناس عن أخته بقى إيه، أصل دي أشطر مني في الصلاة. كان لأبينا القمص فانوس اشتياق دائم للحديث مع الله، فكانت حياته صلاة. كانت حياة الليل بالنسبة له حياة صراع، وبعد الصلاة أرجع أرتاح، بعد شوية بدأ يسحك، امشوا من شافكم تجين تعملوا ايه، مالكم بيا انا غلبان. لقيه بيتخانق وزعق في الأوضة، طب ما فيش حد معاه، هل بيحارب فكره ولا شياطين بتحاربه؟ كنا كتير نشوف أنوار في قليته، كنا نسمعه كتير طول الليل وهو على السطح، ما كانش فيه كهرباء، ما كانش فيه نور في الدير، وكان يصلي الليل كله، يعني يصلي القداس بعمق عجيب، الكلمة تطلع منغمة من عمق القلب. أجل سنون مهمكة مش ساتيم أبقى ولدنا النامي طيرت فاما أعرف ما كان بيبص للصور، تشعر ان هو بيكلمه، ونظره عينيه كانت بتدل على انها صلاه يعني. السلام لا يا باكم، هو ليه تدبير خاص كان يعيشه مع نفسه. بعد ما الدير اتعمر كل ما اخرج الساعه 4 في ميعاد التسبحه الاقي طالع بالمعول مقطف جلد وازمه وكريك وماشي كده، ما كنتش اعرف رايح فين. اتاري كان بيحفر في مكان معين، فيما بعد المكان داتي كان هو الظاهر عارف بعينيه المكشوفه انه هيبقى مكان للرهبان وميدا يعني.
لقيته بيفحص في الجبل. قلت له بص يا ابو الفوانيس، يقول لي بتعمل ايه؟ قال لي هطلع ميه. قلت له معين الميه؟ قال اسمع ميه قليله هاب عن ميه. وقعد يفحص في الجبل لغايه ما طلع ميه من الجبل. أبا غاصن في المرحلة دي كان هو رئيس الدير، فاستدعاه فقال له يا ابونا فانوس انت ليه لافف ايدك؟ الناس بيقولوا عليك ان ايديك بتنور. فابونا فانوس بكل بساطة ووضوح رد وقال نور زي بتاع البوتاجاز. زمان وانا صغير ايديا دول كان يطلع منهم مرص، وريت النور ده للناس ولا سنة 1998، وكان جوزي طلع فوق القلاية وأنا كنت تحت لأن طبعا ممنوع الستات تطلع، وأبونا فانوس بس من الشباك وكان مطلع إيديه ولابس الجوانتي وأنا شفت إيديه منورة. مرات كان يقول لي لما يجي يصلي في الإجابية، الإجابية تبقى الكلمات منورة، قال لي بيقول لي زي اللمبة اللي فوقينا دي يعني اللي هي النيون دي. هو حياته كلها كانت نور، يعني كل حياته مش دي بس، هو كان كله نور. الإنسان يقعد جنبه تحس إنك أنت قاعد قصاد شعاع نور جنبك. أقول لكم حاجة أكتر من دي بتنور، إنه لم يدن إنساناً مدى الأيام، دي أعلى من دي اللي بتنور. أصبح القمص فانوس الأنبا بولا أشهر رهبان مصر على الإطلاق، وانجذب إليه الشعب القبطي من كل مكان في مصر والعالم لنوال بركاته. بنقرأ في بستان الرهبان تفاصيل كثيرة جدا بتدور حول رحلة إماتة الذات ورحلة إماتة العالم في القلب. بونا فانوس وصل إلى قمة الرحلة هنا وهنا، لأن أنت عايش مع واحد مش من القرن ده، مش من الزمن اللي احنا فيه، لا في أسلوبه ولا في كلامه ولا في حياته. الجلابية اللي يلبسها كان يلبسها طول السنة. كان أبونا ممكن ما يلبس القلاصوة اللي احنا نتميز بيها كرهبان، وفي بعض الأحيان كمان كان ممكن ما يلبس الجلابية اللي نتميز بيها كرجال دين، ودي ممكن تكون من أعلى الدرجات إن أنت تخفي حتى اسمك وشكلك، حتى الجلابية اللي بتميزك إن كنت أنت راهب أو مش راهب. هو كان بيستعمل الجاز، كان عنده حاجة يستعمل الجاز في كل حاجة، يعني لو جرح يحط له جاز، إيديه يحط، لازم يعمل إيديه بالجاز. كان أكله عجيب جدا، كان اللحمة دي أبونا سوفريس يعملها له ويفضل ينسلها له كده، وبعد كده يغليها ويفضل يغسل فيها كتير قوي، وبعدين يروح حاطط عليها جاز ويحطها في طاسة، والطاسة دي كان يدخلها دلاب، فالدلاب ده مع الوقت كان بياكل الطاسة اللي عملها النهاردة ياكلها بعد 4 أيام، فكانت بتبقى ريحة صعبة جدا، وريحة السولار مع اللحمة اللي اتعفنت، والاسم ان هو بياكل لحمة. اول مره ياكل حاجه بايظه؟ لا ابدا، دي بقول لك بقى لها 5 أيام زي زمانها. كنت بتاكل ما كانش معفن تاكل، حدش يستحمل الريحه اللي طالعه من الاكل اللي ابونا كان بيعمله. في سنه 88 على سبيل المثال في مزرعه الدير مركز ناصر محافظه بني سويف كان عندنا مخازن، وفي حاجه اسمها عرسه نوع من الفيران ابتدت تاكل في المحاصيل وتبوظها. اقول خلاص احنا بعد اسبوعين العيد نبقى نجيب مثلا اللوحه زي الناس بتاكل ونعمل اللوحه ونحطه كده على الفضلات بتاعت الملوحه ونحطها في المكان اللي فيه المخازن دي. انا ماشي كده جيت ابو نفوس قاعد على الارض وبياكل من الفضلات الروس اللي هي فيها السم. طب ما الاكل كتير، طلعت نجري على ابونا قلت له ابونا فانوس هيموت دلوقتي. ابونا اعصابه سابت. طب قول لي اللي حصل. قلت له ابونا فانوس كل من السم اسمه نانيت او لانيت نوع قوي جدا اللي حاطينه في الفضلات تحت الملوحه. قال يا بعد ساعتين لقيناه ما فيش حاجه خالص. كان عايش يعتبر زي بيقولوا النسك باعلى درجات. والبرتقال ده ممكن يبقى
حطهم لك في الدسعه ولا حطهم لك فين؟ حطهم في الدسعه ما نطلعهم على طول الوقت. اللي شفناه بعينينا في ابونا فانوس رجع لنا الايمان بان ما قرأناه في البستان دي حقيقه، والقديسين بالفعل بيوصلوا بالروح وبنعمه خاصه لدرجات في النسك عاليه جدا جدا جدا. بس لازم نعرف هدف النسك ايه. من نقاوة قلبه كان يعطف على حيوانات زي القطط زي العصافير، يأكلهم في عادية يعني، يحط إيد أكل وإيد مية ويقعد فعلا ساعات نايم على ظهره عشان يقول لك، ولو رحنا نقعد جنبه يقول لك اقعد ساكت ما تتحركش عشان الجنزورة تأكل عشان العصفورة تأكل. في جهاده حكمة الشيوخ وبراءة الأطفال. كان يحب البنت صغيرة جدا ويحب السبيان، وكان ميت على العالم أساسي. واحد خبط عليه بيقول له ابونا فانوس، قال ليه؟ قال له معاك بنت صغيره. بنت صغيره؟ يبقى منين دلوقتي بنت صغيره؟ الساعه 7 يا ابونا. قال لما تجيبها بتعلي تاني. لازم بنت صغيره؟ بنت صغيره دي بتسلم عليه، ما بنت صغيره ما يسلمش. الكل يقولني يا الهي نارك مشائي اعلنا اجمعي. بوسه كبيره لابونا بقى، يلا صبر يلا عزل جدع. احنا متعودين من ابونا فانوس دايما ان هو كان يكلمنا بالايات، واحنا كنا نطلب منه قول لكل واحد فينا ايه يا ابونا. بس الايه اللي كان بيديها ابونا فانوس لكل واحد كانت بتنطبق عليه كما لو كانت متفصله عليه، والمستمع ياخد الايه ويلف حوالين نفسه يحس انه بيتكلمه فعلا شخصيا يعني. بطرس أنت النور العالي ولا يمكن أن تخلص. أبو إبراهيم ثم الحزانة في المتعزون. كان عايش بلا ذات، وزي ما بيقولوا القديسين الإنسان المتواضع لا يغضب أحد ولا يغضب من أحد. ما سمعناش عنه وما شفناهوش أن زعل حد أو زعل من حد. أبونا فانوس كان طفل صغير، كان طفل وصينا ما زعلش من حد. ما شفتك ابونا فانوس شكيت من راهب، لا خد منك ولا ضربك ولا احتقرك. طلعت لقيت ابونا فانوس بيرمي حلاوه للناس وهم يصرخوا يا ابونا فانوس يا مليح اللي اخترك المسيح. انا حسيت اني مش قادر اقعد في القلاية. طلعت يا جماعه عيب كده يا جماعه امشوا، ما حدش راضي خالص. بصيت لابونا فانوس قلت له ادخل جوه يا ابونا. قال لي حاضر، وراح دخل جوه، وراحت الناس ايه مشيت. طلعت له بعد كده اعتذر له، لقيته بيضحك معايا ولا كأن حاجه حصلت، ولا وهو جدي هنا قبل انا ما اتولد يمكن ب 11 سنه. فضلنا ندين فيه انا وابونا ده. المهم عدى اليوم، وبعدين وانا نازل على السلم قال لي بص عايز اقول لك كلمه. قلت له اتفضل. قال لي يا ريت ما تخلعش عيني عند الرهبان تاني. وما حد كان يعني مثلا يعمل حاجات كده الناس تعثر منه فيها ولا حاجه، يبقى راجع فرحان ومهيص اكنه كسب الجوله دي. بقول لك زينب يا خفيف وصغير. يلا يا بني يورينا محبتنا لبعضينا او محبتنا لاخواتنا. يعني يقول لي لما تشوف اخوك الشيطان طغيف خطيه وتسيبه كده يبقى دي اكبر خطيه عليك انت، انت روح صلي من اجله، روح ربنا يفك حاله على طول. وهو ماشي كده في وسط الالالي يقول يبص وراه كده ويقول مش هتاخد حاجه، مش هتاخد حاجه، انا بقول لك ارجع. وده طبعا يعني احنا طبعا مش شايفين شيء، لكن هو شايف مثلا ان فيه شيطان بيحارب او في شيطان يعني عايز يضايق راهب من الدير، فهو بيصلي او بيطلب من اجله. فكان يتحنن على كل الذين يتالمون في اجسادهم او ارواحهم. حتى هات منديل من هنا. اخ خلاص ادعولي يا ابونا. اه 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 خالي
فكان هو متضع وما كان الشياطين تكلمه كده ولا كأنه هنا، يحط رأسه كده في الأرض وساكت يقولوا حاضر هنوريك يا فانوس في القلاية. هنا في هذا المكان عاش أمبابولا حياة السواح، فقد أصبح أولهم، ومن بعده لا يزال حتى الآن لا يخلو منهم جبل من جبال مصر المقدسة. كنا في الدير وهو بس اللي كان جمص في الدير، بس ما كانش في حد لسه خد كهنوت، كنا 6 أفراد. وبعد كده كان يوم السبت، بصينا ان ابونا فانوس يجي يصلي رفع البخور ما فيش، ويوم الحد ما صلاش القداس، وبعد كده رجع الحد اخر النهار. قلنا له كنت فين؟ فطبعا ده كان احيانا بيغيب كده ويسلم على باقي السواح. انا اكتر من مره دخلت القلايه بتاعته ما لقاهوش، وما كانش وقتها بيقدر يتحرك لوحده. وفي مره منهم كان في معايا واحد اسمه تامر فوزي وما لقيناش ابونا، وبعديها لان لقيه موجود وما نعرفش دخل ازاي. فابونا توفيق ساله وقال له يا ابونا يعني الاخ فلان ما لقاكش امبارح، انت كنت فين؟ فطبعا ما مش هيقدر ينكر. فقال له اخويا الملاك جه خدني وخلاني حضرت قداس في اسيوط، وكنت فوق منشر شويه غسيل، وكان يعني مع الساعه 7 كده كان يعني الدنيا عتمت، نزلت صلوه النوم جت، كان مع الشتاء كده، ولقيت عمود نور جاي من بحري خالص منور في الجو فظيع يعني، لقيته وطى كده والنور موطي معاه صدقني بقى النور اللي شفته منور الجو كله وهو ماشي. بعد ما فات على الكنيستين هنا بصيت لقيته راح على البيت بتاعهم ووطى كده عند بيوتهم عدل كده، هم ورانا على طول وانا فوق السطح في اول البلد كده منشار. كنت رايح التسبيحة الصبح الساعة 4 أو 10 كده الصبح، لقيت في واحد لابس اسود ونازل فوق قلاية ابونا فانوس. فروحت سألت ابونا مكاريوس سعيد، فهو سعيد قال لي لا يكون هو كان بره ورجع في زيارة ورجع، او حد من السواح جموا يزوروا. كان في مرة في واحدة اسمها سماح ممرضة، هي مش مسيحية، كانت في مستشفى الحياة، وانا كنت روحت اصلي قداس، الكلام ده هو في 2010، وبعدين سبتها قلت لها خليك انت قاعدة مع ابونا. فانا كنت مع ابونا فانوس، فكنت اديت ابونا الادوية بتاعته وجهزته علشان هينام خلاص. بعد شوية ببص لقيت في حاجة منورة وراسه منورة وبتتحرك من على كتفه، والغرفة ضلمة يعني ما فيش غير انا وهو يعني. فبعدين قلت لا اكيد بيتهيألي، فقمت مشيت من، انا كنت ساعتها قاعدة على الكنبة كده وهو كان على السرير، فمشيت لحد عنده ولسه ما زالت راسه بتتحرك من على كتفه منورة. فالمهم رحت لحد عنده وبعدين بقول يا ابونا فمصحيش، فبعدين رحت قيت النور اللي فوقه وبعدين عملت له كده في كتفه ابونا، راح هو صح، كان ابونا مكرس وقتها لسه ما جاش. وطبعا دي حاجه مش طبيعيه بالنسبه لي. فالمهم خرجت بره الغرفه وبقيت ادخل كل شويه ابص عليه واخرج تاني. اما رجعت من القداس لقيتها واقفه بره الاوضه بتاعت ابونا وخايفه، فقلت لها انت واقفه كده ليه؟ فقلت له يا ابونا انا شفت حاجه غريبه جدا. قال لي ايه هي؟ قلت له شفت راس ابونا منوره وبتتحرك من على كتفه. فراح ضحك، قلت له، قال لي طب بس تعالي انت خايفه؟ قلت له لا بس انا مش فاهمه. راح قال لي بعدين كان في الوقت ده امنا ترفينا اللي هي اخت تماف إريني يعني جت كانت في الدير وجت في اليوم ده، وراحت طلبت انها تقابل ابونا. فقالت لابونا فانوس، قالت لابونا انت كنت عندنا في الدير امبارح، كانت في واحده رهبه تعبانه وانت كنت موجود. بعدين وقتها انا سمعت الكلام فبصيت لابونا مكرس جامد جدا، ايه يعني هو يكون بالليل راسه بتتحرك وهي تيجي تقول انه مثلا امنا تيجي تقول ان هو كان عندهم امبارح. في ابونا اسمه عازر جاي من فرشوط عاوز يقابل قدسك ابونا فانوس. قال لي طب روح ناديله. رحت ناديت ابونا عازر وجه لغايه باب القلايه وخبط، فلقيناه واقف ورا باب القلايه وفتح باب القلايه. فاول ما شافه ابونا عازر قال له انت فين يا ابونا فانوس؟ ده احنا يوم ما كنا مع بعضينا واحنا بنبني الفرن بتاع القربان في دير الاباء السواح انا ما شفتكش. فراح ابونا فانوس كده ضحك وراح مدخله وقفل وراه
الباب. فبيقولوا لسيدنا انبا مينا انتوا اتقابلتوا مع بعض؟ فسيدنا انبا مينا قال اه اتقابلنا بين الانبا انطونيوس والانبا بولا. فابونا فانوس قال له اسكت ما تتكلمش اسكت ما تتكلمش. فالرهبان قال له فضحك ابونا فانوس. ابونا فانوس ما صدق سمع الكلمه وجري. وكان الله يرسله لنجدة الكثيرين أو ليفتقدهم بالروح في مصر والخارج. قبل 5 سنين أنا بالضبط كنت جاي لألمانيا جديدة، فديوم طلعت بالباص كان الساعة 3 الظهر، وصلت للمنطقة كانت 10:10 هيك شي وقت تقريبا. أمشي 25 دقيقة أنا بالمشي، بحيث أنه شارع طويل 25 دقيقة وأجار يعني طويلة. أباوع على نفسي مدى أشوف نفسي من العتمة اللي موجودة هناك. أنا خايفة كلش كلش. قبل ما أوصل ورا كان كلها مقابر. وصلت هناك شفت 3 ملائكة واقفين هناك. شفت بيناتهم بالنص أبونا فانوس. أبونا فانوس كان دا يضحك يبتسم وياي. أنا ما كنت أعرف أبونا فانوس. شفته تعرفت عليه من بعد فترة. وكان واقف بيناتهم أشار لي تفضلي وصلتي انتي. وكلهم يبتسمون يبقى أبونا فانوس علي يبتسم وياي يضحك. وأنا أبونا فانوس دائما أشوفه بحلمي. الأمريكاني ده كان مدمن يعني، وكان يعني ما لهوش دعوة بربنا خالص. إن هو أبونا فانوس قعد 6 شهور يزوره في الكويت. كان ضمن القوات في الكويت سنة 90 في صيف 90 كده 91. وقال له أنتوا هتمشوا خلاص الحرب خلصت وأنتوا هتروح بلدكم. وبعد ما تروح بعد 10 سنين كده تيجي تزور ما تيجي تزور مصر يبقى زور دير الانبا بولا. الكلام ده بقى كان اللي انا بحكيه ده كان في 2001. كان هو جه طبعا جه هو الدير وشاف صوره ابونا فانوس ومش مصدق. ابونا فانوس عمره ما ركب طياره وعمره ما اتحرك من الدير. انا سافرت امريكا اتعالج وقابلت في هناك في المستشفى دكتور اسمه بيتر باجز. ده كان مدير المستشفى. هو اصلا من بيروح كنيسه اسمها الخمسينيه، ما بيؤمنش بالقديسين ولا بالسواح. حكيت له على ابونا فانوس، فديته صورة لأبونا ومنديل، فهو استغرب وسألني يعني سياحة فشرحت له. تاني يوم لقيت المعاملة بتاعته معايا اتغيرت، وفهمت بعدها أن أبونا فانوس عمل معاه حاجات. In my bathroom we have this mirror. Top of the mirror I put the handkerchief that Father Macarius had given me that Father Fanus had worn. And so I walked into the bathroom. It's dark. Flipped on the light for this area of the bathroom, and I'm standing there, and all of a sudden, a light across the bathroom comes on. Now, that requires a totally different switch. It's not connected to the one that I threw. And I kind of looked, and I looked at my wife, and I said, hey, I think Father Fanus was just here. يبدو أنها لم تكن المرة الأولى التي يشعر فيها الدكتور بامس بحضور أبونا فانوس في منزله. وبسبب اللي عمله أبونا فانوس معاه بقيت كل ما اروح عند المستشفى يجمع طاقم المستشفى من مرضين ودكاترة ويخلينا نصلي له. كما كان يتسم بالشفافية. دول أبونا من دول هيبقى البطرك. فمسك كده الجريدة دي جريدة وطني كده وقال لي امسك كده، ورشم الصليب 3 مرات زي تقديم الحمل، وبعدين بص في كل صورة جامد، وفي الآخر حط إيده على صورة البابا أنبا تواضروس وقال هو الرجل الطيب ده. انت صوتك حلو يا ابونا فانوس، صوتك الله. جميل. الله يحفظك ربنا كمان خير. واسمك جميل كمان. الفانوس بيقول لك يا نجمة تضوي اكتر من الفانوس. كان لا يملك شيئا الا المسيح، ولو حد من الضيوف ولاده جايب له حاجات غالية وقيمة ويوزعها قدامهم. هو قدسك مش كتر خيرك ان انت بتدي الرهبان يقوم تاخد كمان الحاجة الوحشة وتديهم الحاجة السليمة ابونا؟ لما بتيجي في فلوس لي
كان طبعا في جزء منها بيديه الأبهات في الدير بيكونوا في احتياجات مثلا وكده، بس يعني جزء بسيط، وكان الجزء الأكبر دايما يحب يطلع له إخوة الرب. بنات كتير اتسطرت واتجوزت وفرحت بصلاته وبعطيته وافتكروا له هو الجميل ده طول عمرهم. الله لا يترك نفسه بلا شاهد، ويمنح قديسي في كل زمان القدرة على صنع المعجزات والآيات لكي يرى الإنسان قوة الله. مريض مثلا بيطلب منه شفاء، ربنا بيتمجد على يديه ويشفيه. أم موجوعة من عدم خلفة، ربنا يديها ابن. أبونا فانوس قال لي انتظر ما تخافش، أنت هيجي لك ولد. هيجي منين الولد ده؟ سني أنا كان 59 وسنها هي كان 52. جابوه توماس، أرشلته على باطي وديته لأبونا فانوس، وخدوا أبونا فانوس من نافي من إلية ودخل بيه القلاية. لما رحت لأبونا فانوس على كرسي متحرك دلقوني فوق الدور الثاني وقلايته على كرسي، فراح رشمني بالزيت. همشي يا ابونا فانوس ان شاء الله ربنا يشفيك. بصيت لقيت نفسي شويه بشويه بمشي طبيعي. كان وجوده في المستشفى له تاثير كبير قوي، لان احنا كان في حالات صعبه جدا، ومع ذلك كان بطريقه معجزيه بنلاقي ان المرضى دول بيخفوا بدون مجهود طبي مننا. كان يقول لي شوف ربنا يعمل الحاجة ويقول لك فانوس اللي عمل. يعني كل ما الناس ترفعه وتديله درجة عالية في القداسة أو في الرهبنة هو ينزل منه. أبونا فانوس وسط الهيصة دي كلها بيفكر في ربنا، وكان نفسه الناس ديت تفكر في ربنا، فين أبونا عشان المعجزة. يعني روح الله هو اللي يحركه، يقول لهذا افعل فيفعل ولآخر تعالى فيأتي. لا ننسى اتضاعك ووداعتك وبساطتك وحبك إلى الجميع وحياتك الرهبانية الناسكة. البركة اللي كنا بناخدها منه كانت هي عبارة عن إن إحنا دايما محفورين في قلبه. كان ملجأ لكل واحد من أبهات الدير، يعني يعتبر كده الصدر الحنون اللي الواحد كان بيجاله لما تكون الدنيا مأزمة مع الواحد. أبونا فانوس كانت بركة للجيل بتاعنا دوت، والواحد بيشكر ربنا فعلا أنه كان في الجيل اللي خد بركة أبونا فانوس. الله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد، دايما يحط كده في كل جيل قديسين. وأبونا فانوس طبعا كان عارف بعد نياحته، وقال قبل الميعاد ده بعشر سنين في البيت بتاع مونت سان جيتوما، قال لسيدنا البابا ان انا فاضل لي 10 سنين واتنيح، وفعلا اتنيح في 2016 بعد 10 سنين زي ما ابونا فانوس قال بالظبط. هذا كمان 10 سنين كمان ربنا يديله طول العمر. كان يعاني الاما واوجاعا شديده جدا في فترة المرض، وبالرغم من ذلك لم ينقطع يوما عن الصلاة والتسبيح. يوم الاثنين 4 يناير 2016 كنا قاعدين في الأوضة وما كانش في حد تاني غير أبونا وأنا في الغرفة بتاعته في المستشفى، وأبونا مرة واحدة قاعد يقول بشكل متكرر أمضي بسلام سلام رب معك، أمضي بسلام سلام رب معك، أمضي بسلام سلام رب معك، وتكررت جايز يكون 10-15 مرة. فأنا حاولت أسأل أبونا مين دول يا أبونا؟ الناس الوقفين. وفين أحد واقف دلوقتي؟ الناس الوقفين. واقفين فين؟ ولا ظهرك. اسمهم ايه يا ابونا الناس دول؟ ما عرفش اسمهم. طب شكلهم لابسين ايه؟ لابسين ايه هم؟ امس السلام سلام ربنا معكم.
لا سبحان الله. وكنت متأكد ساعتها إن هو شايف حد أنا مش شايفه، كان بيقول للناس واقفين ورا ظهرك، لغاية لما مشوا قال لي هم مشوا خلاص. أنا كنت بحكي معاه فسألته سؤال، قلت له أنت فين دلوقتي يا أبونا؟ قال لي أنا في حضرة الرب. أنا حكيت كلمة دي لأبونا مكاريوس، قال لي إن هو لما شافه سأله أبونا ربنا يسوع المسيح جالك هنا في المستشفى؟ أيوه.